ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم فيديو جديد، فكره جديده كلها شطه. قبل ما نبدا فيديو النهارده، يعني روق على اخوك الانسان كده اخويا باشتراك للزوز، لايك جميل، كومنتك يا باي عشان انا بحب كومنتك وده بيفرحني، بحبه. ما تنساش تروق عليا بيه. فكره فيديو النهارده هي فكره مش شطه. ليه فكره مش شطه؟ عشان فيها شطه اكيد. الله يا ابني، انا بقول بديهيات النهارده، انا جاي اجيبكم بديهيات. فكرة فيديو النهاردة ان احنا هنجرب البوزو بتاع الاندومي الكوري والسناكس بتاعت الاندومي الكوري. هذه الاشياء حضرتك عارف الاندومي الكوري بتاعنا جميل لذيذ اللي احنا كنا بنعيط من الشطة بتاعنا. فكرة فيديو النهاردة فيها هذه الاشياء. تقول لي ايه هذه الاشياء؟ هذه الاشياء عبارة عن سناكس الاندومي الكوري. انت اكيد عارف الاندومي الكوري بتاعنا هو العادي اللي انا ببقى بعيط وانا باكله، ده اللي جربناه قبل كده كل انواع. فالشركه حبت تطور من نفسها، نعمل ايه؟ نعمل سناكس ده المفروض الاوريجينال. ودي انا مش عارف ده طعم ايه، بس هو شكله طعمه مهم. وطبعا مش محتاج اتكلم على ده باين عليه هو عامل ازاي. ومعانا البتاع ده شكله مضحك، بس هو اكيد هو من ضمنهم. دول شويه حاجه كده بتتاكل، فاهم؟ انا معتبرهم اندومي كوري، انا مش معتبر ان دول سناكس، لان يعني بسمي سناكس عليها تنين ومش عارف ايه، فانا وش بقى يطلع نار. جبت معلقه يا نهار اسود، دي بيسيت مالناش دعوه بيها. شويه بقى ايه، شوية سلطات. بس هي اصلا اسمها سلط ايه يعني؟ سلط بارتي يا صاحبي. وانت مكتفهم ليهم وعليهم عمل هيجروا ايه غير؟ معاك اربع سلطات فيهم رامن على فكرة، يعني هم مش سلطات بس، هم فيهم رامن اللي هو الاندومي الكوري بس البارد منه. الحمد لله انا ربنا نصرني. هقول لك بيتعمل ازاي في فيديو كده، بس ما شوية اتقل عليا هجيلك بحاجات جامده. صاحبي على ما افتح الكيس ما تنساش تدوس لايك وتعمل اشتراك يا صاحبي. دوس اشتراك والفيديو شغال يا صاحبي، ودوس اشتراك عشان لازم نوصل الفيديو ده 4000 لايك عشان اقول لك هنعمل ايه لو الفيديو ده وصل 4000 لايك. ده وصفه الكول سلو، يعني كل بالراحه. معانا الطقم الابيتايزر، ادي واحد اثنين ثلاثه خمس معالق، معرفش ليه انا لو داخل حابب بالخمس معالق. طبعا من السناكس الجميل بتاعنا، حاسس ان انا فاهم. احنا هناخد حاجه من هنا وحاجه من هنا، حاجه من هنا حاجه من هنا. حس ايه؟ ندوب دول وندوب دول. هبدا بالدول، يعني هبدا بدرجه ان ايه، حطيت لي جبنه من اللي هي بتاعه توم وجيري ومش عارف ايه. هنشوف ريحه عاديه، هي ريحه اسمه ايه كنا بناكله واحنا صغيرين. ده شكله كوره. طب والله طعمه جامد، حتى لو طعمه جامد فشخ. طب الاندومي فين الشطه؟ انت جاي تهزر معايا؟ قعدت تقول لي بس اندومي كوري وكاتبه لي وخلاص. انا من كتر ما عملت فيديوهات اندومي كوري وفيديوهات كوري قربت اعناها ضيقه. طبعا انا حابب اقول لك شكرا ان انت جبت مش شطه عشان ما تيجي بتبهدلني بقى. طيب شيل ده، لان هو بعد خمس واحده او سادس واحده الطعم بيبدا يقفل في بقك كده، تحس ان انت ده نديله 6/10 او 5 كمان لو ما يجيبش اكتر من كده. تعالى على الابيتايزر، انا هاخد كل واحده بمعلقه. انا راجل مبذر معالق. لا تمام. طب ما بعت شوكه وسكينه، معلقه وسكينه، انما ما تبعتليش معلقه وشوكه. بس في حاجه بتتاكل بالمعلقه يعني، او بالشوكه، كلهم بتاكلوا بالمعلقه. ماشي بالشوكه. شوف الحوار ده، الحوار ده شكله حلو يعني. هي بصوا الريحه يا مبشره مش قوي. ايه ده؟ عارف هي حلوه بس ما بيبانش في الاول. ايه
شطشطه فشخ، شطشطه جدا شطشطه جدا. انا دماغي بتاكلني من كتر الشطه، يعني بتاع الاندومي الكوري يطلع مش مشطشط، وانت يا حته طبق فسل تفشخلي بقي. الفكره ان هو مشطشط بس طعمه جامد. اللي انا عايز اخد معناها كمان. مع السلامه يا صاحبي. مع السلامه يا بقى كداب. السلام. وانا اللي كنت فاكرك نينجا طلعت تبتب. تعال ده بقى سبايسي اكس 1. احنا ابتدينا ندخل في قله الادب على فكره. ها دي قله ادب والله. ريحته بوزه بتاع زمان، يعني هو برضه ما اختلفش. معلم فين الطعم؟ ولا انا لساني باظ بتاع المشطشط ده ولا ايه؟ يا اسطى انت متاكد ان انت سبايسي؟ ولا هما انت دافع لهم رشوه ولا ايه؟ هو تقريبا الشطه بتاعته مش باينه، علشان انا اسف الشطه بتاعته بانت دلوقتي. يا رب ده يطلع بابد يا رب. هو ده كول سلو، فهو لو عاملينه مشطشط فدي تبقى افتكاست الدنيا يعني. انا كول سلو. بص هو اسمه كول سلو ليه؟ عشان انت تاكل ببراحه يعني، فاهم؟ كول سلو. فضل لنا هذا البنكاوي وهذا الخياراوي، هذا المشطشطاوي وهذا الرومانيوي. هنعمل ايه؟ مش عارف، هنجرب. بس هنا بقى في حالات الحيبة الصعبة بنلجأ لحاجة واحدة بقالنا كتير كتير قوي ما استخدمناهاش. هي لا انا قلت ما استخدمهاش. والله انا دايما لما بستخدم ام التعويذه دي بلبس في الحيطه. ليه؟ تعالى صاحبي، المفروض ده احر واحد فيه. بص هو بين البنين يعني، هي مش مشطشطه قوي في حته، ده اول قصر. اما تاخدها في بقك اول قصر، تاني قصر مولعه. يا بنت الخضره ثلاثه مش شطها. هي فيها بص البتاع دي، هو ده خيار متقور وعليه الحاجات بتاعه الفلفل اللي هي البذر بتاعه. انت انا 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 محتاج حد يولع فيه. بلاش، انا مكاني ده بقول لك بلاش تفكري تاكلي حاجه من دول. تبقى لنا هذا الشكل. انا ريحته حلوه ده والله، يا رب يطلع بابل يا رب يا رب. هو ريحته حلوه بس الموضوع كله كان ريحته حلوه بس الموضوع ما كانش مفاجئ.
يا رب يكون نيسان اللي باظ يا رب مش ده. هات شطة هات شطة انا عايز شطة هات شطة. حتى الشطة مش قادر عليك يا مفتري. بطعم المأكولات البحرية. وانا اللي قلت لونة بينك هتبقى لطيف لذيذ معايا كده ويطلع طعمك حلو. والله محتاج حلو بس انت عايز شوكة. شوكة شوكة. اي حاجة تغير طعم المأكولات البحرية. يا صاحبي كده الكلام على ايه معايا؟ هو ده ظلم؟ هو طعمه غامق فشخ، لا بجد. هو ظلم ده عامل زي الاندومي بس بيبقى عليه صوص صويا وشوية صوصات كده. بس هو طعمه جامد، عليه صوص ليمون كده جارح. مش هو بس بيعمل يعني الطبق ده بس عشان هو بيعيط محتاجه بضيف فاهم. وبص يا لهوي يا لهوي. بس كده يا جدعان وكده اكون فكر فيديو النهارده خلص. تنساش بقى يا اخويا تدوس لايك وتعمل اشتراك بقى وتشغل الجرس وفاهم. لما يبقى فيه 160 الف شخص منهم حوالي 80 الف واحد مش مشغل الجرس يبقى حرام والله ما بيوصلكش الفيديو. طول عادل ما بينزلش فيديوهات وعادل بينزل فيديوهات كل 3 ايام يا صاحبي. والله بص يعني انا بص بقى اهو والله متكتف لازم بس طالع اعمل لك فيديو جديد. فانت بقى عليا بلايك جميل بقى وكومنت بقى الحاجات الحلوه دي يا صاحبي. بحبكم جدا. سلام.